نتذكر ما أخذناه في بر القلم، نلاحظ أن الدفع يكون بإبهام اليد الثانية هذا، ويكون بهذا الشكل طريقة القص حتى يكون السم نحيفا جدا. يجب أن لا نكون مستعجلين في هذه الخطوة، ويكون الأكل من القلم بشكل تدرجي، ونحافظ على التدرج هنا في هذا الشكل من هنا إلى هنا. إلى أي حد نقوم بالأخذ من سمك القلم؟ حتى يصل السمك مقارب لسمك الكتر بهذا الشكل. نلاحظ الآن سمك القلم بدأ يقرب على سمك الكتر. نلاحظ الآن سمك القلم إذا قارب إلى سمك الكتر بهذا الشكل، يجب أن نقوم بطريقة قط القلم أو القص المائل بهذا الشكل، ويجب أن نسمع هذا الصوت. سماع هذا الصوت عند القط أو قص القلم لا يعني العنفوانية أو العنف عند القص، ولكن يعني أن الطرف حاد جدا وجاهز للكتابة بهذا الشكل، يكون جاهز للكتابة.